مقلات الهواء الساخن 5.5 لتر من ماركة بلزانو الإيطالية. أحلى حاجة فيها الثلاث ألوان المميزين، اللون طبعا الرمادي، اللون الأسود، وكمان اللون الجاردينيا، اللون الأخضر ليميتد إديشن. لكن إحنا أكيد بنقدم لكم السعر الأكثر من رائع، زي ما بنشوف دلوقتي مع بعض 299 ريال سعودي بس الأكبر كاباسيتي أنتوا بتحصلوا عليها، وكمان معاها هدية 6 من أكواب المافن المميزين. لسه معاكم على الانستغرام وكمان على التي في، ابعتوا لنا كل الكومنتس لكل اللي حابين ان هم يحصلوا على الاير فراير. قولوا لنا ايه نفسكم في الوصفه اللي انتم عايزين تطهوها في شهر رمضان المبارك، وشفت الله هيقول لكم على احلى الريسيبيز. ابعتوا لنا دلوقتي حالا على الانستغرام، هنقرا كل الكومنتس. جاهزين؟ احنا في اول شكر بس الام كي اتش، كل شيء روعه، منتجاتكم شكرا ليكي، وكمان مع شيف طلال هتشوفوا الروعه بجد. أيوة. يلا بنشوف. هون طبعا رانيا اول شيء شو نحن عاملين. تعال شوف تعال شوف تعال شوف تعال شوف، نسمع الصوت مره ثانيه. يا سلام، شوف اللون، يا سلام، شوفوا التسويه الحلوه. شوف قول لنا بقى من البدايه حطت كم كيلو، عملتها ازاي، واخذت منك وقت قد ايه؟ هلا رانيا هاي كم كيلو عندك هون؟ يلا نشوف، تعالوا نشوف، تعالوا نشوف كم كيلو. هاي 2 كيلو ونص. 2 كيلو ونص حاطين الكيس كله، وهنا يلا شوفوا هون. الساعه الكبيره اللي احنا بنتكلم عليها. شوف 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 شوف، ايوه هوني طبعا مثل ما نحن شايفين. يلا هوني عندك، خلينا ناخذ من الزر هاي، ابدا من المنيو طبعا هون هون. ايوه شايفين هون. هنا كل المنيو، كل الريسيبيز بتطلع، بتختاروا بس البرنامج اللي انتم عايزينه، تشغلوا الزرار كبسه زر، خلص هي عندك اشتغلت. وتعالوا كمان طفي، وتعالوا لو محتارين في الانواع الانجريدينتس او المحتويات، هنا عندكم البرامج كلها، تقدروا تعملوا الستيك، كمان الدرام ستيكس، افخاذ الدجاج، الفرايز، القلي، وهنا البطاطا، وهنا كمان الخبز للمافنز، الشريمب والاونيون رينجز، طبعا حلقات البصل كتير بيحبوها. أكيد. الكيك، الخبز، وكمان عندنا الاسماك. 5.5 لتر، شاشه من الديجيتال، ساعه كبيره جدا، طهي صحي وكمية كبيرة تقدري تقليها على مرة واحدة، والسعر هو فقط 299 ريال سعودي. مش هحرم شيف طلال من البرنت اللي بيحبه. أهم شيء 200 القسيمة الشرائية 200 ريال سعودي، يعني صارت عندكم أنت ب 99 ريال سعودي القلاية الهوائية، لأنه رح تربحي أنت القسيمة الشرائية، فشو بدك يا بلاش. شفنا خاصية القلي، جاهزي جاهزي جاهزي، ونشوف إيه الخاصية الثانية اللي عملتها. شوف شوف شوف, شوف, شوف الله شوف في هناك شوف طبعا شوف هنا كثير ناس بتقول لك يامي، كثير كثير حلوة يا شيف، من قمر، كتير كتير حلوة، أنا أخذت منها روعة والشغل فيها تحفة. شكرا ليكي قمر. وكمان يا جماعة شوفوا شوف 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 الكمية والسعة، شوف 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 ثلاث فرخات، هاي ثلاث حبات نقدر نعملهم روستينج. شوفي شوفي ما أحلى هجاجات. وهوني ها ليك 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 ليك، حسك مشغول كده، مش هايبر زي ما بتطلعني كل شو كده. فين شوفي 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 فين شوفي 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 شوي 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 بس بدي فرجيهم على شغله كثير مهمه. أيوة. هون نحن عندنا الفتحات اللي موجوده عندي انا هون، هي لتنزل الزيوت، الدهون، التتبيله اللي ما بدنا اياها، وهي الخضره ليك ظلت عندك انت هون، الهنوف فيكي تستخدميها. الهنوف بتقول واو. واهم شيء رانيا عندي انا، شوفي 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 يلا كل شيء هقول لكم هنا على حاجه زيوت بسيطه، دهون ما بدكم اياها ليك من وين بتطلع، هي خليناها عندنا نحن هون. شوفوا هنا ما بدك اياها، ها ما بتحبيها بالاكل، صارت عندك هون. وكمان هنا يا جماعه عايزه اقول لكم على شويه نصائح، علشان في كتير كاستمرز كانوا بيبعتوا لنا على طريقه الاستخدام، لو بس تطلعها مره ثانيه شيف طلال. هنا طريقه الاستخدام يا جماعه سهله وسريعه، طريقه التنظيف لكل اللي كانوا بيسالوا على طريقه التنظيف، كل اللي بتعملوه بالظبط ان انتم شايفين القطعه البلاستيك هنا، القطعه البلاستيك اللي احنا بنشوف التبس هنا بس بشرح لهم، هنا بتشوفوا ان انتوا القطعه اللي موجوده على طول تقدروا تطلعوها بمنتهى السهوله، تحطوا دي في الدش واشر غساله الصحون، او تقدروا ان انتوا تنظفوها بمنتهى السهوله، وكمان ما تغطوهاش، ما تقفلوهاش من تحت، عشان التسويه تكون من الفتحات من هنا ومن الفتحات من اسفل. والحاجه الثانيه شيف طلال ان هم كانوا بيسالوا على طريقه القفل. طريقه القفل يا جماعه بمجرد ما هي تكون ستريت بالنسبه لكم خلاص كده اتقفلت، تتاكدوا انه الاستخدام سهل. نروح نشوف الشوي والاكل الحلو مع شيف طلال. شوفي هون رانيا، شوفي شوفي يلا شوف 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 الروستينج، شوف شوف شوف
شوف شوف شوف شوف الجاج شوف الجاج اخذت منك وقت قد ايه شيف في التسويه؟ بدها 22 دقيقه عندك الدجاجه هاي. طبعا هاي الدجاجه 500 جرام طبعا ب 22 دقيقه بالضبط رانيا بتطلع عندك الدجاجه هيك مثل ما نحن شايفين. شوف 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 الله. شوف 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 مستويه مقرمشه وكمان طريه. أيوة. اهم شيء رانيا جوسي 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 بالجاج. اوكي طبعا انت عم تحكي على يلا هنا ثانيه واحده دوجا دوجا بتقول بكم سعرها وكيف استخدم القصيمه. دوجا اول حاجه السعر هو 299 ريال سعودي تخفيض 59%. القصيمه الشرائيه 200 ريال سعودي. أيوة. اول ما بتشتري دلوقتي لو عايزه تعملي اي عمليه شراء تاني من سيتو سي في بتقدري ان انت تستخدمي القصيمه. كمان بتحطي الكود بتاع القصيمه او بتحطي القصيمه وعلى طول عمليه الشراء بتتميها بتتم معاكي بمنتهى السهوله. جاهزه؟ عملنا القلي، عملنا الروستنج، هنعمل ايه كمان؟ هنعمل ايه كمان؟ 1 2 3 واو شوف كبه كبه مقليه. ياي كم واحده دي؟ شوف الالوان شوف الالوان شوف كم واحده. 135 حبه. هاي ياي 135 بتعدوهم 135. يلا عدوا عدوا بقى شوفوا انتوا 135. اوكي شوفي هون دوجا بتقول ماركة بلزانو اولا. شكرا ليكي دوجا. الناس كلهم عم ياخذوا منهم. شوفي ايوه صح مش كده. شوفي 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 السخوني شوفي 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 البخار اللي طالع منه تحفة. شوفي الحشو كيف مستويه احلى حاجه بجنن. يلا انت كلي وانا بخبرها. طبعا يا جماعه الكبه نحن حطيناها بالفريزر لفرزت مشان كل مين بيسال كيف عم نعمل نحن الكبه على قليه الهواء. بنخليها مفرزه بنحطها بكيس او بصحن بنحط عليها ملعقه من الزيت وبنتبلها كلها مع بعضها وبعدين بنحطها بالقلايه الهوائيه ويلا كبسه زر وحده بتستوي عندك زي ما احنا شايفين قد ايه عرض مميز جدا جدا. تعالوا نشوف احلى حاجه ان احنا عندنا هنا على الشاشه متوفره بثلاث الوان رائعه. اللون الجاردينيا وهو ليميتد اديشن. الساعه الكبيره 5.5 لتر زي ما بنشوف مع بعض يا جماعه. شاشه التحكم سهله الاستخدام بتحددوا البرنامج اللي انتوا عايزينه وبعد كده بتحطوا التتبيله اللي انتوا عايزينها بتاخد الوقت والحراره المطلوبه وبعد كده بتشوفوا الاكله كلها بتكون جاهزه. اسماك لحوم الدجاج وكل انواع الاكلات تقدروا تعملوها كبيره بطريقه كميه كبيره جدا. وكمان الفلتر اللي موجود فيها وهو ده اللي بيسحب روح الريحه بتاعت السي فود زي ما بنشوف هنا مع بعض. عندنا طبعا الريحه بتاعت السي فود وكمان الهديه المجانيه اللي انتم زي ما شايفينها دلوقتي على الشاشه وهي السكس اكواب من السيليكون بتسهل عليكم عمليه الخبز وده الفلتر. تكنولوجيا اكتر من رائعه. شفت طلال بيحب القسيمه الشرائيه جدا لو شايف ان هي حاجه موفره. 200 ريال سعودي وانت حقها 299 دفع حقها بس 99 ريال بالظبط. وهنا كمان دي لو احنا بنعمل السي فود بنتكلم على الفلتر. احكي لنا شويه على الفلتر شيف ان احنا هنا ده ازاي بيسحب الهواء. طبعا هون احنا عندنا الفلتر هذا بيصفي الهواء وبينقي. لما انت عم تشتغلي على القلايه جوا طابخه اي نوع من السمك اللحمي الدجاج اي شيء لو عم تطبخيهم وعندك ضيوف والمطبخ عندك مفتوح مستحيل تطلع ريحه الطبخ لعندك على المط او حدا يشم ريحه الاكل لانه الفلتر اللي موجود عندي هون بنقي الريحه. وطبعا مثل ما حكيت رانيا اهم شيء هون نحن عندنا مثل ما نحن شايفين هون نحن مكتوب عندنا هون كل شيء بدنا اياه. طبعا الخاصيات اللي موجوده عندي انا بالمنيو هون مثل ما انت شايفه كبسه زر واحده رانيا من هون طبعا بنشغل هون اوكي شغلنا هنا كبسه الزر بس هي عشان الشاشه ايوه كده واضحه. ممكن تكبس تاني شيف. يس ايوه شغلنا اوكي منيو كله نختار شو بدنا نختار هون طبعا بالظبط وكبسه زر واحده اشتغل عندي الجهاز. ولو محتارين كمان من الصور هنا موجود عندكم كل الايكونز موجوده من اعلى تقدروا ان انتم تختاروا الايكونز الموجوده. طريقه استخدام سهله. تعالوا نشوف دلوقتي كم قطعه متوفره عندنا من القطع من اول ما احنا بدانا الشو لحد دلوقتي كم قطعه. واو 32 قطعه يعني متبقيه يعني بتلحقي يا ما بتلحقي اللي قاعده بتفرجوا علينا هسه عندكم 32 قطعه بس. السعر الخيالي 299 ريال سعودي قسيمة شراء 200 ريال سعودي قسيمة شراء 200 ريال سعودي يعني صارت عندك بقليها ب 99 ريال سعودي. شو مستني؟ ما تستني ولا لحظه لتطلبيها. 32 قطعه yes. اللي بقيوا بس. والكل اللي عايزين يعرفوا الوانها دلوقتي من دوجا تعالوا اوريكم الالوان. تعالوا 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 اوريكم الالوان الاكثر من رائعه. هنا عندنا اللون الاسود مع اللون الذهب الزهري الجميل وكمان اللون الجاردينيا ليميتد اديشن
كميات محدودة جدا من لون الجاردينيا وكمان اللون الرمادي وهو طبعا الامباير المميز جدا والهدايا الحلوة السكس أكواب من السيليكون اللي تقدروا تعملوا معاها أكلات مميزة. بلزانو يا جماعة 5.5 لتر بأقل سعر 299 ريال سعودي مع قسيمة شرائية بينصح بيها شيف طلال وكل طبعا الشيفز اللي بيستعملوا مجموعة بلزانو. هنا عندنا سؤال مع جينيفر. يس. لإمتى العرض؟ لإمتى بضلهم يقدروا يستفيدوا من هيدا السعر هلا حصريا على سترس؟ تقدروا ان انتوا تستفيدوا من دلوقتي حالا، السعر موجود النهارده، العرض متوفر بالنسبه لكم دلوقتي حالا، استغلوا الفرصه لانه عندنا متوفر بكميات محدوده لفتره محدوده. أكيد. اول ما بتخلص الكميات يبقى خلاص خلص العرض، فاحنا مش قادرين نتحكم في ده على حسب المبيعات. يعني أكيد. استغلوا الفرصه دلوقتي لو انتوا عايزين تلحقوا السعر، ما تستنوش. قبل شوي كانوا 32، كيف نحن بدنا نعرض؟ يعني على السريع هيك 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 بطيب. هوني رانيا حكت على شغلي، الفلتر قبل شوي ضيعت لكم الريحة. الريحة هون طبعا نحن مشان السيفود والسمك والأسماك والحركات، بس راحت عجلت كثير رانيا. طبعا رانيا نحن حاطين هون سمك، ورانيا واقفة ورا القلاي بالضبط، ورا القلاي غنم وسمك أكيد مش عشان ريحتها. أيوة هوني شوفي شوفي شوفي، واحد اثنين ثلاثة، شوف 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 كيف كلها عم تبقبق وتغلي. شوفي السمكة، شوفي الخضرة على الأسماك يا جماعة، شوفوا الكميات الكتير. هنا بهزاد بيقول الوان جميله، شكرا ليك، من افضل متابعين ومن اجمل متابعين سي تو سي في، شكرا ليك بهزاد. كمان هنا كيف طريقه الطلب، هقول لك حالا دوجي على طريقه الطلب، هاو تو اوردر بمنتهى السهوله. بعد ما الشيف يقدم لنا السمك ونشوف انه شوفي هون اقل 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 سعر ممكن تحصلوا عليه لمقلات الهواء الساخن 5.5 بتحداكم، روحوا كل الاماكن شوفوا الاسعار الموجوده. 5.5 لتر من ماركه بلزانو بشكلها الحلو بالشاشه الديجيتال بكل البروجرامز اللي فيها المختلفه، اقل سعر انتم بتحصلوا عليه، lowest price ever 299 ريال سعودي بتحصلوا عليها. اعطيهم قسم شراء، اعطيهم قسم شراء، قسيمة شرائية 200 ريال سعودي، غلى عليكم 99 ريال سعودي وبتحصلوا على القلاية اللي كثير حلوة. تعالوا فرجيكم السمك اللي عندي هون كيف تعال شوف شوف، خلينا شوفوا التسوية يا جماعة، بيكون طري زي من جوا. شوف 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 ليك شوف 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 رانيا شوف 299 شوف السمك شوف واو 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 شوف 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 السمك شوف السمك شوف السمك. وكمان وكمان هنا كل الناس بيردوا على بعض دلوقتي كم سعرها؟ واو شوفوا ملزقة على عكس طريقة القلي اللي هي عادي في الفراين بان بتكون ملزقة، اللحم بيكون ناشف طبعا، الجلد تبع السمكة بيظلوا عليها وشيء بجنن. تعالوا شوفوا طريقة الطلب، تعالوا شوفوا طريقة الطلب هنا على الانستغرام، في عندنا البين الموجود هنا في الأرقام، على طول أول ما أنتوا بترسلوا تبعتوا رسالة للرقم ده تقدروا تعملوا عملية الطلب بمنتهى السهولة للرقم الموجود على الكومنتس، وكمان عندكم على التي في الأرقام بتطلب بمنتهى السهولة. كمان هنا نصيحة لكل الكاستمرز، طريقة الاستخدام اللي أنتوا عايزين تستخدموها مرة تانية بفكركم، علشان في كتير أشخاص كانوا بيطلبوا إزاي نقدر ننظفها خاصة بالريحة دي. أوكي؟ كل اللي بتعملوه بالظبط ان انتوا بتاخدوا هنا المكبس الموجود تفتحوها تغسلوها تحطوها في الديش واشر او تنظفوها، وكمان القعر بتنظفوه بكل بطريقه طبعا التنظيف العاديه وبعدين بتقفلوها. كمان اشخاص كتير كانوا بيسالوا على انه احنا ما بنعرفش نقفلها مظبوط، كل اللي بتعملوه يا جماعه ان انتوا بس ستريت، لازم تكون ستريت، يعني تفتحوها وتقفلوها ستريت فهتكون بتتقفل معاكم. ودي كل نصايحكم، كل الاستفسارات بتاعتكم ابعتوها لنا ومع شيف طلال ومعايا هنرد على كل الاستفسارات. يلا اوكي جاهزي رانيا؟ هون اول شيء هنا أول شي. اوكي او ويت 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 اون ذا سكرين، كم قطعه فاضله؟ كنا 32، كم قطعه؟ 21 قطعه. يس 21 قطعه، يعني ما عاد بتلاحقوا غير انكم تشيلوا التليفون وتتصلوا وتحصلوا عليها، شيء بجنن بجنن يا جماعه. يعني شو بدكم؟ ولا تستني ولا لحظه لانه 21 قطعه بس. شوف 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 السعر، شوف السعر، شوف قسيمة الشراء الخياليه 200 ريال سعودي، تحصلوا عليها وتستخدموها لبعدين. رانيا احنا بيطلع لنا قسيمة الشراء، بيطلع لنا قسيمة الشراء منين ما انتم موجودين، واي مناطق في الدول العربيه اللي سي تو سي في بتوصل لها في مصر او في اي مكان، هتقدروا انتم تحصلوا على القسيمة الشرائية تستفيدوا بيها بمنتهى السهولة. ايوه عايزة اشوف الهدية،
يعني شفنا الشوي وكمان بنشوف هنا الخبز. تعال شوف تعال شوف وي ايوه واحد تعال شوف اثنين ايوه تجنن هالقلاية أيوة. لطيفة شكرا لطيفة شوف حبيبتي شوف شوف. لطيفة بتبعت لنا شيف طلال بتقول لك تجنن هالقلاية لان هي لسه شارية منها على فكرة وكمان هنا الهنوف بتقول تنفع للسمبوسة تنفع للسمبوسة أكيد. اكيد رانيا هم تنفع للسمبوسة بتنفع للكبدي بتنفع للبطاطا بتنفع للجبني للحمي بتنفع عندك للبيتزا أوكي. بتنفع عندك للكيك ومثل ما نحن شايفين هون شوف شوف هلا هلا بتسال شوف بتقول شوف. تفرق ايه عن القلايه اللي هي ال10 لتر هلا شوفي ال10 لتر جاي معها مرفقات كثير لشغلات ثانيه هاي ال5.5 لتر بتستفيدي بالباسكت كله ايوه الباسكت كلياته بتشتغلي عليها مثلا الشوي ستوب حتى نزعت لي الصحن يا اخي ستوب دونت تيك نزعت لي الصحن يلا حطيت وحده محله طب ممكن شوف. احط واحده عليها بيستاشيو انا بس كده تكرم عينك ايوه ايوه عافاكي طبعا 21 قطعة ظل عندنا بس 21 قلاية لجميع مشاهدينا ولكل الناس اللي عم تشوفنا هاي القلاية العملية كثير كثير حلوة طبعا انا بشتغل عليها كثير اهم شيء عندي يعني بالحياة خبز الفتوش دقيقة ملعقة زيت بتخلطيه بتزيتيه جوا اقل من دقيقة خبز الفتوش بيكون جاهز عندك بتعملي لك صحن جاد فتوش وبتحطي هالخبزات عليه وبتضربي بطاطا المقلية صلي مش قالي بالزيت يعني بطاطا مقلية ما يقارب سنة ونص او سنتين صحية كتير بس الواحد بيشتهيها شهوة هذيك انه بزيت بحط لها شوية زيت بزودها زيت بس امورك تمام او ممكن القلية. تستخدموا السبراي اللي هو بتاع الدهون ده عادي جدا اللي هو زي زيت الزيتون او الزبدة تستخدموا السبراي ترشوه خاصة لو بتعملوا مثلا بط حمام فراخ اللي هي الروستنج تقدروا تستخدموه لكن اكتر حاجة انا حبيتها لان انه انا عندي امريكان كيتشن فبيكون مفتوح لكن بمنتهى السهوله لو ياسين دخل المطبخ او اي حد من اهلي دخل المطبخ لا في طبعا طريقه القلي التقليديه ولا الزيت ولا اي حاجه هنا بنشوف ان هي بتكون امنه جدا جدا اقدر اخدها من مكان للتاني حتى وهي شغاله امنه رانيا ملاحظه بس كثير كثير حلوه انه الجهاز شغال ورانيا حاطه ايدها على الجهاز ما عندكم اي حراره بتطلع لبرا يعني اطفالكم ولادكم كم قطعة متبقية من بنزانو؟ خمس قطع بس من بنزانو خمس قطع يعني يا بتلاحقي يا ما بتلاحقي فيني اطلبهم الي؟ فيني اخذهم الي خمس قطع؟ لا 99 ريال سعودي ولا شيء مفيش قطعة مثل هاي انا هاخذ الجردينيا قطعة بتجنن يا جماعة بجد السعر ما بيتصدقش ابدا 299 ريال سعودي فقط تحصلوا عليه على مقلات هواء ساخن 5.5 لتر وكمان معاهم الناحية الثانية قسيمة شرائية هدية مجانية انا محيرتني القسيمة الشرائية 200 ريال سعودي هدية 200 ريال سعودي طبعا صار عندك انت هون 299 ظل عندك 99 ريال سعودي حق قلاي وهي بتستخدميها لبعدين طبعا يلا وريهم بقى انت طبخت ايه من كل الاكلات من هنيك ولا من هون لا احنا ممكن نحط هنا كل الحاجات اللي انت حطيتها شاف هنا زي ما بنشوف دلوقتي عندنا عملنا الكب كيكس يعني انا اروح اجيب لك اياهم يلا انا معاك هحضر لك السفره وهحضر لكل متابعينا الحلوين السفره الجميله اللي احنا من ممكن تزيدي برقم المنتج رقم المنتج على حسب ال شيب لو بتتفرجوا على التي في على ال شيب في رقم او كيو ار كود تقدروا تعملوا سكان تليفوناتكم لو كانت اندرويد او ابل تعملوا سكان هيدخلكم على طول على الرقم الخاص على الموقع الالكتروني بمنتهى السهوله دي بالنسبه للاشخاص اللي بيسالوا على طريقه الطلب دينا علام حلوه كتير بستعملها كل يوم شكرا دينا وكمان من هنا وميلو بتقول يا ويلي طلبتها من كام يوم من فرع العراق ومش متوفرة لا تقولوا لي خلص لأنه بزعل لا من العراق عندنا توصيل للعراق اطلبي دلوقتي حالا أكيد في عندنا توصيل للعراق الله يعني هون الله شوفي هاي البطاطا اللي عندي طلعت أني ومنت ما تستني ولا لحظة بعد معك دقيقة بس على العرض هذا العرض اللي كثير كثير حلو طبعا كم الساعة دقيقة بس بعد عندنا نحن كان خمس قطع يا بتلاحقي يا ما بتلاحقي ما تستني ولا لحظة شيلي التليفون واتساب اطلبيها حضريها خديها هاي شغلة كثير كثير حلوة تكون عندك بالبيت بيسألوا على الساعة ساعة 5.5 لتر يعني 5.5 يعني ساعة كثير كثير حلوة ما تستني بسرعة بعد بس ثلاث حبات عم بيقولوا لنا عندنا ثلاث حبات بس ثلاث حبات ما تستني ولا لحظة على السريع شوف قسيمة شراء 200 ريال سعودي سعر 399 اطلبوا دلوقتي حالا باي باي